وعد ترامب كوريا الشمالية بأنها لن تصل إلى امتلاك سلاح نووي يهدد أمريكا، متهماً الصين بنهب ثروات بلاده. أعلنت فصائل في المعارضة السورية تجميد المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة في الأستانة. أعلن الجيش التركي مقتل 18 من داعش وإصابة 37 في اشتباكات شمال سوريا. توقع الناطق باسم البيت الأبيض أن يستخدم ترامب حسابه على تويتر للإعلان عن قراراته السياسية الكبرى. أرسلت روسيا سفينتين حربيتين للفلبين لإجراء تدريبات بحرية ومساعدة مانيلا في مكافحة الإرهاب. قرر رئيس الوزراء المغربي المكلف التخلي عن دعم حزب الاستقلال وعدم إشراكه في الحكومة المقبلة. ألقت القوات الهندية القبض على شخصين بولاية كيرلا بعد معلومات بانضمامهما لتنظيم داعش الإرهابي. ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول بداية العام على أمل أن يثبت اتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط. الإمارات الأكثر جذباً للسائحين على الصعيد العربي، حيث اقتربت من 20 مليون سائح بحلول عام 2020. اندلع حريق غابات ضخم في مدينة فالبرايزو بتشيلي، أحرق 100 منزل وأصاب 19 شخصاً بجروح. توصلت دراسة فرنسية إلى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة قد يكون مرتبطاً بأعراض ربو بالغة السوء،